هي الفكرة صارت بأزمة الكورونا اللي تعرض لها كل العالم مش الأردن بس، كل الناس اللي بالقطاع الخاص كثير أعداد آلاف مؤلفة من كل دولة فقدوا وظائفهم. كنا أنا وزميلتي ريم من هدول الناس اللي فقدوا وظائفهم بأزمة الكورونا بدون ما يكونوا محضرين ادخار أو أي مصدر دخل تاني، وفعليا حاولنا كثير انه نلاقي وظائف ثانيه، ما للاسف الوضع الاقتصادي ما بسمح كثير كان بالتوظيف، في التزامات واجور بيوت وعندنا اطفال وكذا، فما كان في مجال ان نضل بدون مصدر دخل فتره كثير طويله، لحد ما اجى وقت فعلا حسنا الامور قاعده تطلع برا السيطره تماما، وكان لازم نعمل شيء. دورنا على طريقه نفتح فيها مشروع، على مظله او مؤسسه او كذا ممكن تدعم ناس بدون ما تحطنا بريسك انه ندخل بمشكله قانونيه مثلا زي القروض أو غير ذلك. إمكانياتنا صفر، ما لقينا حدا يدعمنا، فبلشنا بإمكانياتنا اللي هي صفر. اخترنا موضوع العرباي لأنه هو شيء بمتناول اليد، سهل إن نأمنه. بس إحنا اخترنا الويب دي بالأصل، الويب دي منطقة كزرة مسائية، فترة النهار ما بتلاقي فيها حركة، أو إن في حركة اللي فيها بكون ناس جايين على شغلهم على كذا، اللي جايين يطشوا ولا يأكلوا ولا يستكشفوا بتلاقيهم المساء، مشان هيك عدلنا وقت دوامنا أكثر من مرة، وفعليا صرنا نداوم على 7 المساء. فاخترنا الرشوف إنه هي أكلة أردنية قديمة منسية قاعدة جيل ورا جيل بنسوها ما بعرفوها، بنفس الوقت صحية فيها قيمة غذائية كثير عالية، بروتين عالي جدا. قلنا ليش ما نعرف الناس إنه لا في عنا أكل، إحنا ترى مش منسف يعني تراثنا بس. المجتمع يعني دائما بتنوع بردة فعله على اي شيء بالدنيا، يعني في اللي كان واعي واللي داعم واللي محترمنا، وفي اللي ردت فعله كمان سلبيه ومش متقبل الفكره. هسه الفكره انه ردود الافعال السلبيه كنا نلاقيها على السوشيال ميديا، بس على ارض الواقع ما تقبلناها، لانه الناس على السوشيال ميديا دائما الطف، عفوا على ارض الواقع دائما الطف. احنا من لما بلشنا كان هدفنا انه نوصل لاكبر عدد من الناس، مش نحصل على أكبر ربح من كل واحد واللي يجي عنا يرجع لنا مرة ومرتين وثلاث وعشرة. فمشان نوصل لهذا الهدف استخدمنا أسعار يعني أقل من يعني مثلا كاسة نسكافيه نص دينار، إحنا كاسة جميد وسمن بلدي وقمح وعدس وحمص وبصل بتشتريها بدينار. أظن الناس يعني ردة الفعل اللي بنقابلها الحمد لله أنه على أسعارنا عمره ما حدا اعترض، بالعكس الكل بقولنا أنه أسعاركم كثير متواضعة، لدرجة أنه في ناس بشكوا أنه موادنا ممكن تكون مش ضمن المستوى المطلوب. والله الأكل كتير طيب وراكز وحتى طعمته كتير طيبة ومعتدل اللبن فيه، وبنصح كل واحد به هون يجربه لأنه كتير طيب كأنه شغل بيت. إنه سهل الاستخدام، وصراحة أنا جعت بصراحة صدقا، فأنا عجبني هيك اللبن كتير طيب، أنا من مناصرين اللبن بصراحة. لا ما في وقت محدد، بس يعني إنك تلاقي إشي معمول زي شغل البيت وزاكي، فانت كل ما تمر من الويب دي اكيد راح يعني تف على نفسك انك تنزل تجرب. انا بصراحه جربت اول مره وثاني مره وهي ثالث مره اليوم باجي بشتري من الاي، وحلو انه الواحد يدعم مشاريع هيك يعني جديده على يعني مش موجوده اصلا، كانت هاي كانت بس شغلات بالبيوت، يعني ما كنا نفكر انه راح تصير موجوده بشارع او بمحلات او بشيء.